نبدأ دقيقة بس خلينا نرجع لها نغير لعيونك برضو تجيب العيد نيجي هنا اطلع من باب الدوام اضغط ريموت السيارة بفتح الباب عشان اطلع من باب الدوام المهم عادي تحصل يعني السلام عليكم نتكلم معاكم هنا عن ايباد او مؤتمر او اجهزه ابل القادمه ما راح نقول مؤتمر اظل انه يمكن ابل ما تسوي مؤتمر لكن الاجهزه اللي راح تنزل بكره او اليوم توقيت السعوديه او الاسبوع هذا او الاسبوع القادم المهم ان الاسبوعين ديلي راح يكون في شيء السنابات اللي قبل او الصور اللي قبل حطيت ان قاموا يوصلون لحق بيست باي والتارجت تقريبا الصور او الاجهزه الجديده او الاقلفه لحق الايبادات الجديده الايباد الجيل العاشر انا بتوقع راح تنزل الان في المؤتمر هذا ايبادات ايبادات برو ايباد الجيل العاشر ايباد اير لا ما في ايباد الجيل العاشر ممكن لابتوبات برضو ف يمكن الماك ميني المشكله انك بتقول لابتوبات سوق اللابتوبات في الشرق الاوسط قليل لكن لو بتكلم عن اللابتوبات هل راح ينزلون الام 2 برو الام 2 ماكس لكن بدون كيف ما ادري ام 2 اوكي عادي ينزل اي جهاز على الام 2 بدون مؤتمر لكن ام 2 برو ام 2 برو ماكس معالج جديد من نفس العائله بدون مؤتمر المهم لو بينزلون هذا الشيء لكن يمكن يخلون نوفمبر تبات لكن الحين اللي نعرف و100% انه وصلوا الى الرفوف التارجت اغلفه الايباد الجيل العاشر لازم يصير هذا الشيء والشركات المصنعة لحق الأقلفة تعرف إن فيها جهاز جديد يعني التسريبات اللي تطلع عندنا الآن وتكلمت عليها من قبل إن في شركات إلى الآن مش بس أبل تعرف إن يعني مخبي على الشيء أو إن تبي تخبي إن جهاز ما ينزل جديد أو يعني عندنا جهاز جديد ينزل ولا لا لكن في أشياء ما تقدر تخبي عليه لأن لازم أبل مش لحالها تشتغل على الجهاز لأن لازم ترسل أبعاد الجهاز او الاسكيمات حق الجهاز نفسه ال 3 دي الابعاد الجهاز الكاد ملف الكاد حق الشركات اللي يصنعون الاقلفه علشان الشركات هذه تبدا تصنع اغلفه فبلكن معروفه وتشتغل مع ابل كثير فهذه الشركه معروفه موظفينها يدرون ان في اجهزه من جديده من ابل راح تنزل هذه السنه تطلع عندنا الان لكن الشركات الموزعة والشركات اللي تبيع الأغلفة صعبة أو يعني الحركة الغبية اللي سوتها الآن ومش أول مرة تسويها التارجت قبل سنة أو قبل سنتين سوتها لحق الـ SE تقريبا بديكرون سربوا هذا الشيء إنه وصلوا للرفوف يعني أوكي كان ما تحطينها في الرفوف يعني تحطينها في الستورج عندك إلين ما تبدأ أبل تبيع الجهاز وتحطينها لكنها الآن حطت في الرفوف لإبادة الجيل العاشر وهذا الشكل الجديد الشكل يشبه شكل الايباد اير فخلاص راح يكون بالابل بن فاذا قلنا لك ابل بنسل 2 فيعتبر الشكل الجديد لانه لازم يكون مسطح علشان يركب فيه الابل بنسل 2 ما راح يكون نفس اللي عندنا الان في الايدج اللي موجود هذه لانه ما راح يركب فيها الماجنت حق الابل بنسل اذا صار هذا الشيء يقدرون يخلون اللايتنينج عادي يخلون نفس الشيء لكن اتوقع راح تحول الى يو اس بي سي الان علشان خلاص ليش لايتنينج وبعد سنتين تجبرين تغيرين اللايتنينج فأتوقع أنهم يحولون إلى USB-C لكن مش لازم حتى لو إنه حول الآن مش لازم يحولونه لأن الأبل بنسل 2 صح يشتغل على الماجنت فوق ما يحتاج إنه تركبه في الجهاز بالUSB-C حتى لو تخلي لايتنينج عادي يعني لكن الجهاز اللي باقي هو اللي جالس كنا الآيباد لأنه هو الجهاز الوحيد الآن من أبل عليه معالج آيباد معالج آيباد كنا آيباد قصدي كنا آيفون لأنه هو الوحيد الجهاز الوحيد من أبل عليه معالج ايفون هو الايباد الجيل التاسع الايباد الجيل العاشر اللي بينزل الان الايبادات اللي راح هو الجهاز الوحيد اللي عليه معالج ايفون الايباد اير مش الجيل هذا اللي موجود عندنا الجيل اللي قبله كان معالج ايفون لكن الان صار معالج لابتوب الام 1 الايبادات برضو برو كلها الام 1 راح تنتقل على الام 2 فيبقى الايباد اير وهو الجهاز اللي راح ينزل او يكون للكل او 70% من الشعب مهم ما ادري وين وصلت فاذا شفت اي شخص عنده الايباد الجيل العاشر عرف ان هذا الجهاز الصح اللي شاريه لان اكثر الناس يبون قراءه الايباد الجيل العاشر ممتاز
يبون لحق دراسة كتابة لعبادة الجيل العاشر ممتاز، يبون لحق مشاهدة أفلام لعبادة الجيل العاشر ممتاز، يبون لحق لعب لعبادة الجيل العاشر ممتاز، يوتيوب ممتاز، حق أي شيء لعبادة الجيل العاشر ممتاز. يبقى فئة من الناس اللي لا أبي ألعاب بس أبي 120 هيرتز، أبي الألعاب اللي توصل فريمات مثلا 90 فريم فوق، أوكي راح تنتقل حق لعبادة برو. ما يحتاج تاخذ لايباد الجيل العاشر ولا تحتاج تاخذ لايباد اير. راح نرجع معاكم السالفه الحين كذا. يجي حق اشخاص لا انا مش بس ابي 120 هرتز والاشياء هذه الريفرش، ابي سبيكرات اقوى وكل شيء، اوكي راح تنتقل حق الماك بوك برو لان هذا اللي فيه 120 سبيكرات اقوى، اربع سبيكرات حقيقيه يعني في الجوانب. يبون لايدار، يبون كاميرات، مع ان ايباد ايش تبي كاميرات، اوكي ما راح ما عندك الا الايباد البرو. يبون اشخاص الميني ليد، يعني مع ان هذه الفئه قليله تبي تروح الميني ليد، اوكي هذا موجوده لكن لا تبني عليها وانك تبيها خلاص حق افلام وما ادري شنو. في اولد صح حق افلام، اذا لا تبي اولد ما في اي بارات في اولد، فلا تروح حق الايباد. اذا كنت تبي افلام خذك اي جهاز ثاني في اولد. فالنقطه الان اذا تبي لحق دراسه الايباد الجيل 10 ممتاز، بحق قراءه لحق مشاهده افلام حلو يمشي، فالايباد الجيل 10 ممتاز. ابل بدي الحركه حددت الاشخاص القابل اللي كان موجود الان حطت فيه الايباد الجيل 10، لكن برضو اختلت الايباد اير. اذا سوت ديزاين الايباد اير ليش اشتري ايباد اير عشان الام 1 بس؟ طيب ايش تستفيد من الام 1 في الايباد اير اذا ما في 120 هرتز، ما في سبيكرات اقوى، ما في اشياء؟ فالجيل 10 يكون افضل لك. اتوقع ان الايباد الجيل 10 اذا كان او اذا صار الان نفس معالج او نفس شكل الايباد اير بالابل بنسل 2، ليش اشتري الايباد اير؟ ما في 120 هرتز، ما في ميني ليد، ما في سبيكرات قويه، ايش اللي فيه ذاك الجهاز؟ او ابل في الايباد الجيل 10 القادم الحين اللي بينزل ايش اللي بتسوي فيه عشان تسوي فرق بينه وبين الام 1؟ يعني ما بتحط فيه ام 1 ما راح تصادر قاب، يعني بتخلي الايباد اير بالام 1 وهذا ما في ام 1؟ من اللي قال لك اشخاص رايحين شارين حق الام 1 الحين ايش بيستفيد منه؟ اذا بيروح حق الام 1 يروح حق الايباد برو، عشان اذا يبي الام 1 اتوقع انه يبي افضل برضو ريفرش 120 هرتز اكثر. المهم اذا ابل دخلت كل الاجهزه الان نفس الشكل الجديد وكلهم يعني الايباد الجيل 10 يكون على ابل بنسل 2، فاتوقع ان الايباد برو القادم لازم يكون فيه ابل بنسل 3. خلاص لازم فيه شيء قوي نشوفه. طب بقى شيء كلها ايام ساعات وراح نشوف جهاز ابل الجديد مع المعالج الجديد ونشوف الاجهزه كلها ايش بتسوي فيها ابل. الاشخاص اللي يبون اجهزه رجاء افصل نفسك من الاجهزه. الايباد برو اذا كنت تبي عرف انك تبي الحجم الكبير راح حق الميني ليد او سبيكرات قويه، ما ادري اذا كنت تبي سبيكرات قويه او الريفرش ريت. الأشياء الثانية عندك لايباد الجيل 10 بيكون كامل في كل شيء، في دراسة طالب لايباد الجيل 10. أصلا هو الجيل 10 يوم نزلت أبل، أول آيباد نزلت أبل الجيل 10 كان مسوي المؤتمر ذكرى في حفلة في جامعة هنا، وأعلنت عن الآيباد هذا الجيل 10 كان أو قد الآيباد العادي لحق الستودنت، وهم نزلتها في الجامعة يعني ذكرها. ف كان مؤتمر يعني من قبل، لا كان في الجامعة كذا نطلعت الايباد الجيل 10، اذكره كان في مارتش قبل 4 سنوات أو 5 سنوات. فهذا الجهاز موجه للطلاب، هو الجهاز حق الطلاب. اذا كنت تبي في فئتين الان خلاص نسكر كل شيء، يعني نسكر كل شيء. الايباد اير في الوسط اتوقع انه خلاص باي باي. عندنا ايباد برو، عندنا ايباد الجيل 10 120 هرتز ايباد برو، ميني ليد ايباد برو الحجم الكبير، سبيكرات قويه لايباد برو الحجم الكبير. تبي جهاز قيمته فيه لحق دراسه لحق مشاهده افلام عاديه كذا الاشياء الخفيفه، ايباد الجيل 10 بس. السلام عليكم.